جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة يا فضيلة الشيخ، تذكر بأنها فتاة عمرها 18 سنة صلت على كرسي لمدة أسبوع بأمر من الطبيب، وذلك بسبب آلام في الركبتين. وفي بعض الأحيان تقول: عندما أشعر بالتعب والآلام أصلي على كرسي، وأحيانا أصلي الفرض قائمة والنافلة على كرسي، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة إذا كانت لا تقدر على السجود، وإنما تجلس على كرسي ولا تقدر على ثني رجليها ركبتيها، جلوسها على الكرسي يكون أرفق بها فلا حرج في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما صلاة النافلة فإنها تجوز من القائم ومن الجالس ولو لم يكن به مرض ولو لم يكن به علة. أما الفريضة فالقيام ركن فيها مع القدرة، وإذا لم يقدر فإنه يصلي جالسا على الأرض أو على كرسي ويومئ بركوعه وسجوده. نعم.